هاد البلاكه اللي داروا منه الحمام هي ما نعطوش ما يعطيش بنادم ياكل، هي كاتبيناتهم كاتبينها ما يعطوش الحمام ياكل. وهاد الحمام ولو كاع حطوها تم تيجيو الناس وتعطوهم ياكلوا، تيقراوها وتيجيو الناس يعطوهم ياكلوا. كل حبه ديال الزرع ولا ديال هذا طير طير بمية حسنه، بمية حسنه. الا عطيتيها امك صغيره شوف شحال الحسنات ديتي مع الله. سمعت اخويا؟ وحنايا هاد الحمام فرحانين به، فهمت اخويا؟ حيت غدا ولا بتغدا الموت كاينه، اش نديو معنا اللي صدقنا ولا رحمنا؟ تا هاد الحمام يوقف معنا قدام غدا قدام الله. الانسانيه تيديرها الانسان عادي، حيت قالوا كل طايره بالحمام 100 حسنه، 100 حسنه تتدين. الناس يترزقوا الله هناك ما عندهمش بساكن، كون عندهم ما يبركوا من الصباح حتى العشيه في الشمس. ها من الصباح حتى العشيه يبركوا في الشمس، ما يقدوش يبركوا. كاين اخويا ولا لا هذاك العجاج اللي تيدخلوا مع فمهم راه كله وتيبركوا وتيترزقوا الله باش يديوا لوليداتهم ما ياكلوا. وهاد الحمام ماشي يلاه دابا ولا يلا دخلت النافوره، ولا راه كان من ديك النافوره حنا صغيورين تنجيو للحمام هنايا تنلعبوا معاه وتنلعبوا بواحد الزليقه كانت هنا وجرده كانت هنا، وما تيمشي الحمام ما تيجيش لهاد الجرده اللي كانت، تيمشي تمايا ديما الحمام كاين تم، وتيجيو الناس وتيعطوه ياكل. بصحة الحمام انا نركب في الطاكسي تنقول يديني صحة الحمام، الا قلت له يديني المدينه بعد نوبه تيقول لي لا ما ندخلش بك المدينه، تنقول يديني صحة الحمام تيجيب لي صحة الحمام ديريكت. سمعت اخويا؟ ما يمكنش بنادم يحرم الرزق على قبل هاد الحمام، الا كانوا بغاو يديه ويعطوه ما ياكل ويطلق ولا برك عندهم حتولف بحالك انت دابا، الا مش تمولف مع حالك في الليل تتمشي تنعس فيه ياكل لا هما راه مولفين ياكلوا هنا بحالنا، تنترزقوا الله تياكلوا تا هما وتيتمشوا تا العشيه كل واحد تيمشي بحالو، تتبقى النافوره خاويه.